نعم الدعدي يتطلع لحقيقة الاحتفال قبل يوم الزفاف. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقت المباراة وبدأ اللقاء. كوكبة من النجوم الكبيرة، كوكبة من الأسماء يدخل بها صقور الأحيان في هذه المباراة، ومنتخب الأحيان بهذه الأجواء بهذه التشكيلة قد يكون حقيقة بأسماء ذات خبرة بإمكانيات قادرة عسلية. كورة الآن ملعوبة للدعوت، ترتد الآن، ترتد الآن، ترتد الآن، هناك نفس، هناك حماس، هذا جول 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 جول. الله 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 الله، من البداية من البداية، وضربة للصقور الأحيان من البداية. يأتي صقور الأحيان عن طريق خالد، عن طريق البركة، بالبركة يا خالد بالبركة. الهدف الأول أنت من أحرزه، الجول الأول من شقيق إسيان، الهداف شقيق هداف أخو هداف، يضرب الكرة من تصليحة، من إعداد، من كذلك أسيس جميل جدا جت التركي الأحياني، ترجع الكرة من جديد ملعوبة. وأيضا بهذه الكرة تسديدة موجودة على القائم وفريق شباب ملكات، من المؤكد رياكشن، من المؤكد ردة فعل كبيرة جدا في عنوان المباراة في أجلية. طبعا مباريات بقيادة تحكيمية بإشراف تحكيمي من أحمد. أوهو الله 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 الله، بالأولى والثانية بردت يا البركة، بالبركة يا خالد بالبركة. والثاني جول، الثاني جول، مشروع هداف، مشروع هداف، صفحة الهدافين وقع عليها، وقع عليها اليوم خالد 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 خالد. يسجل الجول الثاني، يسجل الجول الثاني. صقور ملعبة، صقور صقور الأحيان يحلقون في أجواء الدرة، أجواء الدرة، يلعبون بالقيمة وبالمهارة بالإمكانيات. جول 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 جول، خطيرة يا ناجم، خطيرة خطيرة، وردة فعل سريعة. ارجع من جانب سامي، تعال الكرة ملعبة في منتصفي أمام المرمى، والصبر موجودة جميل المباراة، الصبر موجودة جميل المباراة. حلوة حال الدرجة، يتمكن من إحراز الجولين، من تسجيل الهدفين. هذه كرة، هذه خطيرة في الجول. الله 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 الله، لعبة هداف، لعبة هداف، حلوة المباراة. شبابي ملكات بالهدف، بالهدف، بالهدف يا حدود، بالهدف من أجل تقليص الفارق. يتمكنون بهذه الضربة، يتمكنون بهذه الكرة، بهذه الكرة. مجدي مجدي، هو مجدي من تمكن. فريق فريق الدعود شبابي ملكات، سرور على تنفيذ هذه الكرة. وين وين يلعبها؟ يلعبها لافا، احتلت العارضة، احتلت العارضة، مرت الكرة الى خارج ارض الملعب الى ضربة المرمى. ايقاف ابي السلامة، يحيى مرزوق او سامي مرزوق، هذا يحيى الذي كان يشتكي، وهذه الكرة الان ملعوبة للدعدي، هذه الدعود. الله 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 الله، يا عيني يا نواف، يا عيني يا نواف. الكابتن عبد الرحمن البيوي الهداف المكي الذي شاهدناه بالتألق حقيقة في بطولة ابو عرب، راسية ورايد وجول جول جول. يا سلام يا سلام، يتمكن من اول هاتريك، يتمكن خالد بركة مستفيدا من غلطة حارس المرمى الذي ابلت الكرة بلا مراقبة ولا متابعة من الدفاع، والكرة داخل المرمى جول، داخل المرمى جول، داخل المرمى جول. خالد بركة اول هاتريك، خالد بركة يسجل الهاتريك الاول بالبطولة، واسرع هاتريك لانه من الشوط الاول. ثلاثة اهداف لا تجد الا اقدامك يا اسيان الصغير، اقدامك يا اسيان الصغير. ارجع الكرة في منتصف الميدان، ملعوبة ملعوبة، سريع الكرة، سكور الاحيان، هذه 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 جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول. الصبر الصبر، وخالد البركة يظهر امام الكل، يظهر امام الكل، يا
يظهر 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 كالبدر في أجواء الدرة، يظهر بأربعة أهداف مبكرة، يسجل رباعية خاصة في أول الأيام، يسجل سقوري ملك يزدي سقوري الأحيان. هذه النتيجة 4 ضربتين، الأولى والثانية متقاربة، الثالثة والرابعة متوافقة، هكذا تأتي ضرباتك يا البركة. الله 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 على المباراة. ترجع الكرة من جليل عائدة إلى وديع المايسترو، تعود الكرة لأحمد السوداني، منقول الكرة لخالد بركة، والتغطيات من سراج حذاري حذاري حسنكة، استلام تسديدة. الله الله الله، لا تقول لي امبابي ولا تقول لي كريستيانو ولا ميسي في أيام المونديال، يظهر خالد بركة، يظهر يسجل 5 أهداف، يسجل بعد الرباعية الخماسية، تأتي من ذات اللاعب، تأتي من ذات اللاعب، تأتي من هذا اللاعب. أوه يا خالد، ماذا تفعل اليوم بشباب ملكان؟ أي عقوبة وأي تعذيب وأي عذاب، ضربات في المرمى، وحسن كان صاحب إعداد لهذه الكرة، لم يكن أنانيا، وضعها للهداف اللي فاتح أو ربما مفتوح شهيته بشكل كبير جدا، وربما من المتوقع حقيقة ضمن الفرق المنافسة والمرشحة للمنافسة. الله 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 يا سامي، الله يا سامي، لكن مرت الكرة إلى خارج أرض الملعب، ضرب الزاوية لصالح لاعبي فريق شباب ملكان أو لصالح صقور الأحيان. وين هذه؟ وين ملعوبة؟ في العارضة، في العارضة يا عبد الله، في العارضة، والخطورة ما تزال، والخطورة ما تزال. عبد الرحمن بيوي يلم الكرة، والمراقبة الدفاعية من أمامه موجودة، ترجع لعبد الله، ارتد ارتد ارتد، لكن أحمد السوداني خلصها. مرت الكرة إلى ضرب الزاوية، إلى وين؟ ماذا قرر حكم اللقاء؟ إساج الحظا باتجاه من؟ باتجاه مجدي المنتقل إلى الناحية اليسرى لتحريك الكرة، تلعب الآن. حلوة حلوة حلوة، لكن المتابعة الدفاعية حلوة، والتسديدة خلصها حتى الله، ترجع من جليل، الكرة مرت مع وجود حكم اللقاء بصابرته الذي أشار إلى نهاية شوط المباراة الأول. 5 أهداف مقابل هدف، يتقدم فريق صقور الأحيان أمام فريق شباب ملكان. متعة كبيرة كانت، والخمسة سجلها خالد بركة وحده. وحتى نلتقيكم مع الشوط الثاني، تحياتي سليمان أبو رامة، شكرا لكم. إذن مرة أخرى أيها الأخوة الكرام، يبدأ شوط المباراة الثاني، تبدأ القصة بعنوانها الآخر، تبدأ المباراة بين حكاية من تقدم ويسعى للمحافظة على هذه الأجواء وهذه كذلك النتيجة. إن فريق شباب ملكان يبدأ شوط المباراة الثاني، هي البداية واليوم الأول من البطولة، العنوان عنوان الانطلاقة. وشوف الكرة ملعوبة، ضربت في العارضة، مرت إلى خارج أرض الملعب. أهلنا متابعينا، تلعب الكرة، تصل في مكان وحلوة، وتبريرة وتسديدة، والبركة كاد أن يأتي بدبل هاتريك، جول سامي سامي سامي، يا سلام يا سلام، نبي المرزوق، والهدف السادس يأتي لصالح لاعبي فريق صقور ملكان. وبعد الكرة ارتدت بقدم حارس المرمى، وجدها اللاعب سامي مرزوق وحطها في المرمى داخل الجول. وبينما صقور الأحيان 6 أهداف تتكرر يا عصم، بعد 6 محتصم في مرمى شباب ملكان. عند البداية دائما تكون بداية متواضعة لهذه الفرقة، رغم الحضور للجماهير، جماهير ملكان وشباب ملكان في فريق طبعا الصقور أو شباب الأحيان. شباب ملكان تلعب، هذا سند يلعبها ساقطة نجمة الدهدي، لكن كورتوا والتسديدة، ومرة أخرى حارس المرمى يتصدى، مرت إلى خارج أرض الملعب إلى الضرب إلى رمية التماس. يروض الكرة، يلعبها طولية ساقطة في مكان عائدة، نقلة مجدي، مجدي إلى وين؟ جميل الكرة من نواف، الله يا كورتوا،
كورتوا يتصدى يخلص الكرة تحضر الى خارج ارض الملعب، بعد ذلك الى ركلة الزاوية يجري لها هناك عناد الحوم الكرة لنواف لكنها تتخلص، تعود لسرور المتقدم يسدد كورة وخلاص انتهت المباراة، 6 أهداف مقابل هدف واحد، سقور الاحيان يفوزون على شبابي ملكان بهذه النتيجة الكبيرة عند افتتاحي النسخة الخامسة لبطولة شبابي ملكان. الف الف مبروك، هداف اليوم هو خالد بركة وجائزة تركي الاحياني وكاس اليوم الافتتاحي يستلمه لاعبو فريق سقور الاحيان بعد لحظات قليلة. شكرا لكم ايها الاخوة الكرام والى اللقاء.